من معبر التائهة شمال سوريا مراسل الحدث جمعة كاش، نعرف عن التطورات وفيما له علاقة أيضا بإيصال المساعدات حتى اللحظة، ماذا يصل في هذه الأثناء؟ مرحبا محمد لك وللسادة المشاهدين. يعني حتى اليوم العاشر من التعامل مع تداعيات الزلزال على مستوى سوريا بالكامل، 465 شاحنة مساعدات دخلت حتى الآن محمد من جميع المعابر، يعني من جميع المنافذ البرية وأيضا من المنافذ الجوية. 400 شاحنة تحمل، منها 400 شاحنة تحمل مساعدات يعني إنسانية غذائية وطبية، دخلت من المعابر مع مناطق المعارضة. يعني مثلا من باب الهواء أكثر من 150 شاحنة بين تركيا ومناطق المعارضة، أما من مناطق الإدارة الذاتية أكثر من 140 شاحنة مساعدات أهالي دخلت إلى مناطق المعارضة، أما من مناطق النظام هناك 73 طائرة آخرها كانت الطائرة السعودية التي حطت في مطار حلب، إضافة إلى 65 شاحنة تحمل مساعدات دخلت عبر 3 جسور برية من العراق ومن الأردن ومن لبنان إلى مناطق النظام، بمعنى أن هناك 465 شاحنة حتى الآن، إضافة إلى 73 طائرة دخلت إلى عموم المناطق في سوريا في مناطق النظام وأيضا مناطق المعارضة محمد. طبعا هذه المساعدات ستسد جزءا مقبولا من احتياجات السكان المنكوبين. وفق أحصائية الحدث هناك 400 ألف سوري خارج المنازل بسبب الزلزال، إضافة إلى أحصائية للأمم المتحدة تقول بأن هناك 5.3 مليون سوري تضرروا من هذا الزلزال. يعني المساعدات الإغاثية والإنسانية محمد، أقصد الخيام والأغذية والمياه، بدأت يعني تسد جزء مقبول من الاحتياجات، لكن المساعدات الطبية حتى الآن غير قادرة على سد احتياجات المشافي والنقاط الطبية والعيادات التي تتعامل مع حوالي 6000. هذه المساعدات، هل نتحدث مثلا عن وجود أولويات، يعني تسجيل لأولويات من يجب مثلا أن يتسلم قبل غيره؟ يعني بخصوص مناطق المعارضة، الجزء الأكبر من المساعدات توجهت إلى جنديرس، لكن المساعدات الأممية التي دخلت يوم أمس توجهت بشكل يعني كامل إلى إدلب وأرياف إدلب، بينما في مناطق النظام فتتجه إلى تحديدا إلى جبلة واللاذقية الأكثر تضررا، إضافة إلى حلب ومدينة حماة بشكل يعني بنسبة أقل، توزع من قبل هيئات متخصصة محلية بمعنى إما تابعة للنظام أو تابعة للمعارضة، وأيضا من قبل بعض القائمين على هذه الحملات أو من دخلوا من الدول مع هذه الحملات، أقصد الدول. يعني مثلا مساعدات إقليم كردستان كانت توزع من قبل مؤسسة البرزاني الخيرية وحدث عليها تدافع وصراع يوم أمس في جنديرس، أما المساعدات الأممية فتوزع من قبل منظمات تعمل كشريك محلي مع المنظمات وهيئات الأمم المتحدة خاصة مفوضية شؤون اللاجئين. طب من يشرف مثلا وينسق في مسألة توزيع هذه المساعدات؟ يعني في الأغلب يعني الدول المانحة لهذه المساعدات تقوم بتوجيهها إلى مدن ونقاط محددة، أو تقوم بتقييم الاحتياجات في جميع المناطق الموبوءة عبر شركاء أو منظمات محلية. على هذا الأساس يتم استقبال المساعدات إما في مدن محددة أو عبر منظمات محلية محددة تقوم بتقييم الاحتياجات محمد، ثم تقوم بتوزيعها على المنكوبين. طبعا المنكوبين من الزلزال في المقام الأول خاصة في مراكز الإيواء المؤقتة سواء في المدارس أو الصالات الرياضية أو المساجد، في المقام الثاني يأتي يعني المتضررون بشكل غير مباشر، وحتى أن بعض من هذه المساعدات يتزاحم عليها النازحون الذين لم يتضرروا بشكل مباشر في هذا الزلزال. طبعا هناك نوع من يعني الفوضى في الوصول إلى جميع المتضررين، أيضا تزاحم من قبل السكان، تزاحم من قبل سكان المخيمات التي يقطنها نازحون على هذه المزحدات خاصة في مناطق المعارضة، بينما في مناطق النظام يعني يقوم الهلال الأحمر وهيئة الإغاثة السورية بتوزيع المساعدات، وسط شكوك كثيرة محمد بأن هذه المساعدات يتم بيعها في الأسواق أو تستولي عليها يعني قطاعات في في جيش النظام السوري ولا تصل بشكل كامل إلى المنكوبين. من معبر التائهة شمال سوريا مراسل الحدث جمعة، شكرا لك.